مشاهدينا، دعوني أرحب بضيفي من عمان السيد سلطان العجلوني الكاتب والمحلل السياسي. أرحب بك سيد سلطان. بعد 200 يوم، ما الذي حققه الاحتلال في قطاع غزة أو في فلسطين بشكل عام؟ السلام عليكم. يعني الاحتلال حقق الكثير من المجازر، الكثير من المذابح حقيقة، لكن على المستوى السياسي والعسكري يحقق الخذلان. المستوى السياسي، كانت الاحتلال الدولية تراجعت بشكل كبير جدا، ليس فقط بين الشعوب، إنما بين الأنظمة الداعمة والراعية للاحتلال والأنظمة التي كانت تراهن على الاحتلال. كل من كان يرى الاحتلال بأنه دولة قوية متينة يمكنها أن تساعده على ضبط الأمور الداخلية عنده وعلى تحسين قاده وأمنه وقوته العسكرية، أصبح يعيد حساباته الآن. هذا الاحتلال الذي لم يستطع أن يحمي نفسه من قصائد مسلحة ببضعة آلاف من المقاتلين محاصرين منذ عشرات السنوات بتسليح بدائي بين قوسين بلغة الجيوش، كيف يمكن أن يساهم في دعم عسكري أو تقوية القدرات العسكرية والأمنية والوضع السياسي لدول أخرى؟ لذلك الاحتلال مني بخسران كبير. الخسارة الاستراتيجية التي مني بها الاحتلال لا يمكن رصدها الآن على المدى القصير، على المدى المتوسط والبعيد سيكون هناك خسارات كبرى. الخسارة الأكبر ستكون على المستوى الداخلي، عندما أصبح المواطن الإسرائيلي، هذا المستوطن الموجود في الكيان المحتل الذي جاء ليبحث عن الأمن وعن الرفاه الاقتصادي، أصبح فاقداً للأمل وأصبح فاقداً للثقة بقدرة هذا الكيان على حمايته وعلى تأمينه وعلى تأمين مستقبله. لذلك سيسعى خاصة المقتدرين منهم والمؤهلين إلى الهروب من هذا الكيان. لا ننسى أن أكثر من 40 إلى 45% من المحتلين لا عندهم جوازات سفر وجنسيات أخرى. هؤلاء سيبحثون عن حياة أفضل، سيبحثون عن مكان آخر للاستمرار، وهذا يعني انقطاع أهم مكونات الحياة، شريان الحياة حقيقة للاحتلال، وهو الشريان البشري. العامل البشري هو نقطة الاحتلال الأضعف، وليس المال وليس الدعم العسكري. لا يستطيع العالم كله أن يزود الاحتلال بعامل بشري ليعوض خسارته والفقدان المتوقع على المستقبل. تأكيدا لكلامك سيد سلطان، يوم أمس كان هناك خبر بأنه يعني أعداد الإسرائيليين الذين يقبلون على طلب جوازات أجنبية سواء أوروبية أو غيرها تضاعف أكثر من 5 أضعاف خلال الفترة الماضية بعد طوفان الأقصى. برأيك لماذا لم يستطع الاحتلال تحقيق أي من أهدافه، سواء على المستوى العسكري حيث أعلن منذ بداية العدوان عن أهداف القضاء على المقاومة، استعادة الأسرى، يعني منع أي تهديد مستقبلي من قبل قطاع غزة، وأيضا فشل سياسيا واقتصاديا وحتى على المستوى الدولي؟ لماذا هذا الفشل المتراكم؟ يعني هناك أسباب كثيرة، ليس أقلها صمود المقاومة وتمسكها بثوابت الشعب واحتضان الشعب لمقاومته ودفاعه عن مقاومته واستعداده للتضحية في سبيل المحافظة على هذا المقاومة. ليس هذا العامل الوحيد. أعتقد أن العامل الأهم لفشل الاحتلال هو أن الاحتلال لم يضع أهدافاً بالأصل. يعني كما قال محللون إسرائيليون، نتنياهو وحكومته وكابينت الحرب الذي يدير المعركة وضع أمنيات ووضع يعني أحلام ولم يضع أهداف قابلة للتحقيق. ماذا يعني أن تقول أريد أن أنهي المقاومة؟ ماذا يعني أن تقول أريد أن أستعيد الأسرى وأنت تعرف أنه لا يمكنك استعادتهم؟ نتنياهو كان يخدع وما زال يخدع شعبه. نتنياهو يخدع حتى حزبه، حتى ائتلافه الحاكم، من أجل أن يبقى في السلطة. نتنياهو حقيقة يضحي بمستقبل كيانه من أجل إطالة عمر حكومته ومن أجل الهروب
من التحقيقات التي تنتظر بعد انتهاء الحرب وبعد سقوط هذه الحكومة. ذلك هذه كلها عوامل. لو قارنت مثلا مطالب المقاومة بمطالب الاحتلال، المقاومة لم تطالب مثلا وقف المعركة مقابل تحرير القدس أو مقابل انسحاب الاحتلال وعودة المحتلين من حيث أتوا. المقاومة طلبت مطالبا مشروعة قابلة للتحقيق، لا يستطيع أحد في العالم أن يقول غير ذلك. المقاومة قالت أسرانا مقابل أسراكم وارفعوا الحصار الجائر، هذا ما طلبته المقاومة وهي مطالب محققة بكل المقاييس. الاحتلال ماذا أراد؟ أراد أن ينهي المقاومة، أراد أن يهجر الشعب الفلسطيني من غزة، أراد أن يقتل أكبر عدد ممكن، أراد أن يدمر وما زال يدمر البنية التحتية بشكل كبير جدا. وهذا يمكن لأحد حتى أقرب رعاة الاحتلال وداعميه أن يبرر هذه الأمور. هذه ليست مطالب سياسية ولا يمكن أن تتحقق، لذلك يفشل الاحتلال في التحقيق بالأساس، ليست أهدافا قابلة للتحقيق. طيب على الجانب الآخر، المقاومة ما الذي حققته حتى اللحظة؟ أنا أسألك هذا السؤال لأنه للأسف ما زال حتى اليوم بعض من العرب يتحدثون عن أنه ما الذي حققته المقاومة من سوى أن جلبت الدمار إلى قطاع غزة وجلبت المجازر وجاءت بالاحتلال ليدمر قطاع غزة وهي لم تكن مستعدة، وأنه إذا أراد الإنسان أن يقوم بمثل هذه العملية في 7 أكتوبر يجب أن يحسب حساب النتائج، وهي لم تحسب حساب النتائج وبالتالي جابت الخراب إلى القضية الفلسطينية. يعني هؤلاء لن يرضيهم شيء. هؤلاء عندما كانت المقاومة في مرحلة الإعداد ولم يكن هناك اشتباك مباشر كانت تزاود على المقاومة، أين أنتم؟ رضيتم بالسلطة، رضختم للكراسي، ارتضيتم بالدنيا وما إلى. عندما تلقي المقاومة، تطلق المقاومة صواريخ يقول هذه صواريخ عبثية، عندما يقوم مقاوم باستخدام سكينه أو مسدسه أو سيارته لمواجهة الاحتلال يقول كيف ستواجه هذا الاحتلال بهذه الأساليب البسيطة؟ هذه أساليب لا يمكن أن تدهر احتلال. أي شيء تفعله المقاومة، أي شيء يفعله الشعب الفلسطيني سوى الاستسلام مثلهم، سوى الرضوخ مثلهم، سوى الانقطاع مثلهم، سيكون أمرا مرفوضا وسيستمرون في المزاودة. المقاومة بما أنها ما زالت واقفة على أقدامها، المقاومة التي استطاعت أن تصمد أكثر من 200 يوم هذا إنجاز بحد ذاته، المقاومة التي استطاعت أن تنهي كتيبة غزة منذ الساعة الأولى هذا إنجاز بحد ذاته، المقاومة التي استطاعت بصمودها أن تقلب الرأي العام العالمي لصالحها ولصالح الشعب الفلسطيني وتعيد القضية الفلسطينية إلى واجهة الأحداث هي هذا بحد ذاته إنجاز كبير. ويعني القضية الفلسطينية كانت أن تنتهي لولا ما حدث في 7 أكتوبر. كل هذه إنجازات يمكن أن تحتسب للمقاومة ولا يمكن لأحد أن ينكرها إلا من يعني ينكر ضوء الشمس في ربيعة النهار. طيب على المستوى العربي ما الذي تحقق خلال 200 يوم برأيك؟ يعني حالة الالتفاف الشعبي العربي حول المقاومة وأهدافها، هذا الحراك الذي عاد للشعب للشارع العربي، النبض الذي عاد لقلب الشارع العربي بعد أن خمد لسنوات اعتقدنا أن الشارع العربي خلاص انتهى، مات، لم يعد يحركه شيء، لا فساد داخلي ولا مجازر للاحتلال، اعتقدنا أن الشارع العربي انتهى. الذي حدث والذي نراه الآن أن الشارع العربي حي، الشارع العربي يتحرك، الشارع العربي يستطيع أن يضغط وأن يغير في المعادلة، وهذا أمر مهم جدا. وحدة الساحات التي نراها الآن، عندما تجد مثلا الاعتصامات والوقفات في كل العواصم العربية وحتى في الغربية ترفع الشعار ذاته والمطلب ذاته والصور ذاتها، هذه الوحدة الحال هذه لم نكن نحلم بها. كنا نظن أن الشعوب العربية تمزقت وتفرقت على أديان ملوكها وزعمائها ورؤسائها على كثرتهم. الآن نحن الآن أمامنا صف موحد
صف يجمع العرب والمسلمين وأحرار العالم خلف المقاومة. وشاهدنا حتى الانقلاب ليس فقط في الشارع العربي، حتى في الشارع الغربي والشارع الأمريكي على المستوى الشعبي أصبح هناك شبه إجماع أو نسبة كبيرة من الرأي العام في هذه الدول يدعم الحق الفلسطيني ويعيد تساؤلات جوهرية كنا نظن أن الإجابة عليها محسومة لصالح الاحتلال. هذه كلها إنجازات للمقاومة، وهذا كله نراه الآن يتحقق في الشارع العربي والإسلامي وعلى مستوى العالم بشكل عام. نعم. طيب، منذ 7 أكتوبر وقادة الاحتلال يكررونها أكثر من مرة بأنه نحن في معركة وجودية، إلى أي مدى بعد هذا الفشل الذريع على كافة المستويات وخاصة هذه الثورة العالمية بوجه دولة الاحتلال وبوجه عدوانها، واضح بأن هناك انقلاب في الرأي العام العالمي وليس فقط العربي والإسلامي حيال دولة الاحتلال، إلى أي مدى تعتقد بأنه لما جرى في 7 أكتوبر والفشل في 200 يوم له انعكاسات على مستقبل دولة الاحتلال؟ يعني أنا لا أعتقد أنني أكون متطرفا عندما أقول بأن النهاية الاحتلال بدأت في 7 أكتوبر. لنتذكر، وهذه أكررها كثيرا قبل 7 أكتوبر وأكررها أكثر الآن، هذا الكيان لماذا أقيم؟ هذا الكيان أقيم ليمنع اليهود الذين تعرضوا للاضطهاد في أوروبا شرقها وغربها وفي في 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 مناطق عدة من العالم باستثناء الدول العربية والإسلامية، تعرضوا للاضطهاد بسبب عنجهيتهم وسبب كبرهم التاريخي المعروف. أقيم هذا الكيان لسببين. السبب الأول، يتخلص العالم الغرب من الجوش بوسي، من المسألة اليهودية. حاولوا أن يحلوا المسألة اليهودية بطرق كثيرة، عشرات المرات هجر اليهود من جميع دول أوروبا، تعرضوا للاحتواء، حاولوا أن يدمجوهم فشلوا، حاولوا أن يحتووهم داخل كنتونات وغيتوات فشلوا، حاولوا حتى بالإبادة أن صحت فشلوا. الحل الوحيد الذي بدأ أنه قابل، يعني بدأ ينجح منذ أكثر من 2000 عام، هو هذا الحل، أن يحضروا اليهود ويضعوهم في فلسطين وينهوا المسألة اليهود. هذا السبب الأول، لذلك نرى هذا الدعم الغربي الكبير للكيان. الغرب أيضا أراد الكيان بأن يكون خنجر في خاصرة هذه، فأقنع اليهود أن هذه البلاد سنقيم لكم دولة فيها، تؤمن لكم أمرين وهما أهم مكونات العقلية الإسرائيلية. الإسرائيلي لا ينتقل من مكان إلى مكان إلا بحثا عن الأمن والاقتصاد، منذ يعقوب عليه السلام ومنذ إسرائيل عليه السلام وحتى اليوم، عندما كانوا مؤمنين وبعد أن كفروا، العقلية هي العقلية، يبحثون عن الأمن وعن الأمن الاقتصادي والأمن الجسدي. جاءوا بهم إلى هذه البلاد ليقولوا هذا وطن قومي آمن لكم ووضع اقتصادي جيد، وبالفعل على مدى عقود نجحت هذه الفكرة. جاءت 7 أكتوبر لتقول لهم كفى، لا أمن لكم ولا اقتصاد لكم في هذه البلاد. فانهارت هذه الأسس، هذه الأعمدة التي تحمل البيت الإسرائيلي، الأمن والاقتصاد، تعرضت لهزة كبيرة جدا كادت أن تسقط وهزت أركان. لذلك كل إسرائيلي يعيد التفكير، لماذا أنا موجود في هذه البلاد؟ أنا جئت قالوا إنها بلاد تدر لبنا وعسلا، ليس أنفاقا ومتجرات وصواريخ. لا يوجد بيت إسرائيلي داخل الأرض المحتلة الآن لم يدخله الحزن، لم يفقد قتيلا ولا أو عنده جريح أو عنده معاق بفعل هذه الحرب. لماذا يبقى في هذه البلاد؟ أي إنسان سليم حتى لو لم يكن من بني إسرائيل، إذا وجدت لديه فرصة أفضل، يعني المغتربون العرب والمسلمون مثلا، لماذا اغتربوا من بلادهم؟ أليس من أجل البحث عن حياة أفضل لهم ولأبنائهم؟ هذا دون أن يكونوا أحق الناس على حياة، ودون أن تكون ضربت عليهم الذلة والمسكنة كما اليوم. هؤلاء الناس يبحثون دائما عن الأمن والاقتصاد، وهي تعرضت لهزة كبيرة
لذلك سيبحثون عنها في مكان آخر، ويساعدهم في ذلك أن كبيرة جدا منهم لديها جوازات سفر أخرى وجنسيات أخرى. موجات الهجرة لم تبدأ بعد، الهجرة العكسية، لأنهم ممنوعون بفعل ساب شموني والأمر رقم 8 أمر التجنيد جلب، ممنوعون من السفر الآن. عندما ينتهي هذا المنع سنجد طوابير المهاجرين في المطارات، والمشكلة التي يخافون منها أكثر من كل شيء أن الذي سيهاجر هو من لديه القدرة على التأقلم في المجتمعات الغربية، المؤهلين فنياً، المؤهلين أكاديمياً. هؤلاء سيهاجرون وسيتركون خلفهم الفقراء والضعفاء وغير المؤهلين، مما يعني أننا سنكون أمام دولة لا تملك مقومات الحياة حتى لو حصلت على كل الدعم من طيب أختم معك مع رسالة من أحد المشاهدين، أبو الطيب من المغرب يقول: يا ريت ضيفك يدلنا على مظاهرة في الغرب مؤيدة للمقاومة، الكل مع الضحايا المدنيين، أما الحركات المسلحة فلا مكترثة لها. بماذا ترد؟ العالم لماذا لم يتضامن معنا قبل 7 أكتوبر؟ العالم ربما يحزن عليك، ربما يذرف دمعة، لكنه لن يحترمك. العالم لا يحترم إلا القوي. عندما أثبتنا للعالم أننا أقوياء، عندما أثبتنا للعالم أننا نستطيع أن نقارع الاحتلال وكل من يدعم الاحتلال، الاحتلال لم يستطع أن يقف لوحده أمام هذه فصائل المقاومة هذه، فهرع كل الرعاة عربا وغربا لدعمه. لولا هذا الدعم الغربي هل كان الاحتلال يستطيع أن يستمر حتى اليوم؟ لا يمكن للعالم أن يعطيك حقك بالبكائيات. العالم لا يتضامن مع الضعيف، العالم يحترم القوي. عندما أريناهم من أنفسنا قوة فرضنا احترامنا عليهم، وأصبح الملثم وإخوانه قدوات للشباب في كل العالم. الشباب في كل العالم دائما لديهم نزعة ثورية، سابقا كانت يسارية وغير ذلك. الآن لا يوجد نموذج العالم كله يقتدي به هؤلاء الشباب ذوي النزعة الثورية إلا المقاومة في فلسطين. التردية الإسرائيلية كانت تقوم خلال أكثر من 70 سنة على داود وجولييت، بأن داود الضعيف ولكن لأنه معه الحق انتصر على هذا الطاغية الكبير جالوت. الآن الصورة انعكست، أصبح الفلسطيني المقاوم يمثل صورة داود بمقلاعه، هذا الضعيف ولكنه معه الحق ومعه الحق الرباني، يقف أمام العالم كله بعنجهيته بصواريخه بطائراته بتكنولوجيته، يقف أمامه ويستطيع أن يؤلمه وأن يفقع عينه وأن يكسر رأسه. لذلك العالم لم يحترمك عندما كنت ضعيفا، ولم يكن يأبه بك، وكانت قضيتك قد انتهت وأصبحت في طي النسيان، واندمج العرب كلهم في قطار التطبيع ونسوا شيء اسمه القضية الفلسطينية. قوتك هي التي أعادت قضيتك إلى 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 الواجهة، قوتك هي التي جعلت العالم يحترمك، وقوتك هي التي أحدثت هذا التغيير في الرأي العام العالمي. أشكرك جزيلا سيد سلطان العجلوني الكاتب والمحلل السياسي، كنت معي من عمان، شكرا على هذه المشاركة.